صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على اعجاب ليصلكم كل جديد. الاختبارات من غضب غضب انجلي. هنا هذا الانجليزي وهذا بالعربي. انت انت احمد اسمه وانا بغيره يا زيد. انا قلت غير اخو في الوجود ما تغير مالا يا بتل. انا واحد انا من حاجه انا. ايوه انا ما انا ما تغشيني لا بعد. انا انا بيت لك. يا عفوا عادو هذاك احمد اسمه هذاك شرح على خفاش. اما انا ما عندي حتى اليوم لا اما انا قد ساعه انت كم ساعه ساعه ثلاث علي مني لا قدر ركسه ما لعبت مع ركسه ما انا قدر اجيب يعني لا احنا كانوا قد طب يا لم وكان قد والصبح يعني نسي نستبح ونسي نخزن من صلاح اتراجي قدوا زفه ما ركضوا اختبار اي اختبار الناس يلا يا طفي طفي لا عنا كانوا قد طفي أنا ما بقى أما ما قال حكم هي قوم هي قوم يا بس على ولا من بحكة هذا ما قدران قومكم أنا هذا قد في كلنا حين هم من عشرة أما أنا لم يخطر سوينا لاقي قوم من دور لنا صب دحين سنصور تختار يعني لما ما على السبع شو ده مخزن من تختار سنصور دحين سيرع إيش يا غانا يجي نختار قوم هي هي أنا 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 يعني سندور لنا صب الله عيننا قال 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 انجليزي ولا ما يفعلوا اقول لك جلست انا دور رقم الجلسه الطويله رقم الجلسه اقول لك نسير بعد نسير بعد قالوا ما يطلب الالفلال ما زال انت اقول لك قالوا لهم لك سامع ان ما نخزنش يا ما نخزن ليه الله يعينك الله يعينك الله يعينك اه هو ما نخزنش يعني نخلي حكا تخزينه اخي يا رحله كانت لازم لا نخلي حكا تخزينه نخلي حكا تخزينه ونصير مستلمه رقام الجلوب وانت نقضي لنا اربع سنين في سفرات ما لو درابي احنا نقول له صفقا عنك الغامن صفقا عنك الغامن نصير نقعنا نستلم رقام الجلوب ونصير نذاكر انجليزي لا احنا نستلم ما في ذاكر معلمة حلق لحجي لحجي لا يا اختي جاهزا تقول لحجي اختي ايوه دحين سامي القام الجو وانا اقولكم دحين انا انزل دحين انزل دحين انجليزي شرخت من حكام ذاك ما عاد في الاخوات بس 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 طعم خلقه دحين انزل ذاكر انجليزي اللي استنى ذاكر انجليزي ما يجي ذاكرنا اي مت ذاكر عربي اقسم دايما تهم هي ذاكر واو اه هذا دعني ما قال غير جو عدم خاطب الا بالبطاقه او رقم البطاقه لا انا عجيب معايا على البطاقه البطاقه اذا رقم الجلوس اه رقم الجلوس ايوه وقال لك يرجو خاطب الا لا ما بيش معي زي المدرسه اه يا غمال يرجو لا يرجو الا ادخال الطالب الا لو دراب ان احنا ما مستر نجرى هكذا ما حرم يقول شوف قام انت ثاني انا تاسع تاسع ايه ما اربع سنين يا سكران درابة ما حرم لو دراب لا يفلف لنا تختار يا ياسين سندك الانجليزي والاي مات اي مات ما يا ياسين سرتي لما شنداس سرتي لما سرتي لما شنداك انا عادي ما اقول لك نسيت عادي مخبي يا ياسين سرتي اف 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 شما شما ما ما لا لا كدي كدي مدحر لا ما سندي لا ما سندي والله من احنا لعبين انا ايوه هنا هذا الانجليزي هذا بالعربي هذا عربي انت انت والله أكلنا هذه. إيه هذا إنجليزي. أو إنجليزي. ما يقولوا في هذه. هذا في إنجليزي. أنا لا في الرياضيات وعربي. بدون مرة ما عاد ولا علي معي عيش. واختبار الرياضيات. على آخر هني أنا يعني لا جاء الفنان أخطر بس. دحين هذاك الرياضيات والله يعني
هاي قدوم مرة الرياضيات وعربي. أنا أنا الفعل المضارع يساوي زائدا جيم يساوي حاء. خاد دال زائدا ثلاثة يساوي أربعة. الفعل المضارع جيم خاد دال دال را. وهي بتقى الفوائد بتقى تنصاع الطاق مبارع يساوي قالك أنا ما زاد أجولي هذا عادك ماليزيا في أي ماليزيا ما قصر قصر قالك ماليزيا هذا أوروبا في العراق أي العراق هذا قصر من قول لك هذا قصر سوريا وقصر عكا أنا عملت أنا أكبر هذا قال لهم معنا عرس بحي فعل مضارع يساوي أربعة خلاص ترجم لي هذا الكلمة لو أنت كيف أي أنت كيف والله ما داري ما أقول بالإنجليزي أنا الحمامة مش ما بالإنجليزي الحمامة تطير بالإنجليزي قبل أنا أجسى بخصك وهذا الجبنة يأكل الفاء الجبنة يأكل الفاء الجبنة أكلت الفاء هذا لو عكس هذا الإنجليزي بتينا لسه لا لا كمل كمل ثاني أربعة لي ثاني يلا ما تأذن أنا باقي الرياضيات دي ولا باقي لي شوية سين زائد حاء يساوي وأنا ذاكر في فيزياء عايش كيمياء في ما فيزياء ها فلزة فيزي فلز فلز قالت يساوي واحد صفر مربع يساوي جيم خمسة يساوي ثلاثة القمر الشمسي قال القمر الشمسي القمر بيولع بعده هذا بعده قال قال القمر الشمسي انا القمر الشمسي وليوت وهذا اسحب 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 نقطه اسحب في اسحب في دخله يا من بالله صح الذي يميز حضارتنا عن غيرها في الحضارات احنا بنلبس الجنبيه ويتميز حضارتنا وانا بيقول ما دخل المثال هذا الله له رحمه غيره أي رمض الله في مصر احنا غيرنا ايوه احنا الله غيرنا الله حكم السلام عليك حالات خاصة الله يرحمه هذا في صورة المريض ايوه انا داري حتى في سلام حتى انا عكدوا عكا ما درينا كيف فعل دخل داخلية ايوه لا لا هذا اللي يوتنا انا منه ساحر ساحر يعني نرقص على يخرج لحجي لحجي انا جالس انت ولا حكي خلي ما نذاكر انا ناكر ما اتغير هذا المتن ما انا كان قاعد ناكر ما اتغير هذا المتن انا بمشي زون ما اتذاكر قراءة وريوية هذا اني عند الرياضية انا ولا ورس لي اي متن هاشين جيم حا خا دال دال يساوي اربعة ثلاثة انا ذاكر قراءة وانا ذاكر نحو النصوص وحدة انا اقول مرة اذاكر انا مرة أجي أحداك الإنجليزي عرف معنى صالح صالح من؟ صالح ابن شتى الخبر والإنشاء بلو بلو بليت بلو بلو خلينا نقرأ أول مرة تهجد الحين الخبر والإنشاء المجموعة الثانية ما بتخذينا من الأول ما انتبهنا الأول أقل والأول المجموعة إذا المجموعة الله الرياضية هذا المجموعة السياسية إحنا من المجموعة المتنظمة وقال الشاعر انا اظن احتمال انجليزي يعني انا قالك كم بدا الساعه؟ ايوه كم بدا من خمس دقائق من دقائق انا خمس دقائق انا لو كان فزرني انه كان احسن لا لا فجي فجي خالد اجل اجل فنان محتاج يضغط معنا راعي وامان ان اليوم احنا بدون الفنانين ضايع ضايع مش معك كان ذا فنان مزمن عمود السماء عمود اسمه الراعي حمود حمود عند بلاي بلوس حمود بلاي حمود في التو في الشنعاء بلاي ام بلاي في دار لا حمود اسمه ايوه دون انجلين كلا براند انا دون انجلين انا هي انا خطي ايوه 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 دحين داكر واحنا نشتينا لا 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 انا احتضر هذا من الوجوه ايه 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 يساوي الفعل الماضي امانا داكر دحين واحنا نشتينا تحجي لعلي لا امانا قلت دحين شرق دفتان بقود غدوة عرفت بار من شرق خلاص خليها الفنان لعني استلعب قلت ناقي ما استلعب زود لا ما لا ما انا كنت لخلاش انت حتى دي ما بنا قاسي حتى دي
ياسين عليهم ياسين حمود اسمع هلا منك هلا اللي يربط هو وياك ما شاعر شاعر انت الناس اختي بقى انجل 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 ماشي وذا كل واحد في مسكه يا عيس تعالي معي اسال فنان يا اخي واحد منهم تابع اصب افتح لنا ورانا الغمى نسمي دعي لها انزل غمى هذا يا عيجي لا 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 صباح الخير ما لازم نعلي قلنا ايوه لا لازم نعلي قلنا يا اخي يا ناصر لا احنا من الخطعوني اعرف صباح لا تنمي ما لا اختبر لو لو اعلت في سؤال في سببه اني لا اتعاقد انا ما انا ما تغشيني لا اتعاقد انا تغش خلاص بعد يلا امانه لا امانه لا يقعد عن لا ما اخرج انت تتحرك يلا ما راح لا حرب ما راح لك انت اللي انت انا 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 قلت لك الاختبار لا انا وغش الشباب اللي انا حرب ما راح انا عرفت لا يخرج انت لا اخرج انا خليه يجي خليه يجي انا مقول له ما هذا اذا اخذوه بيقول لي هذا لها هي انا روي بس انا عند عمود السماه خليه يجي انا كمبر 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 ما ادري ما هذا يجي بختمنا انا بيت هذاك اه يا عفوا عادو هذاك عمود السماه هذاك شرح على خفاش كذا ان انا اعرفه انت ري وذا بيت يختمنا انا الحمد لله انا فاز على الخضر ماني منهم انغششهم والله ما يرضاني بالطريق والله ما حرم ما حرم ما راح والله اني مهانة اختمن هنا كان عند الدراسي يا راح ابني رحنا الاختبار عندنا انا والله اني على خطايا بهاي علي هاي يا راسي انا دار راسي اليوم هيك راح يلا برد بسم الله تاخر اليوم تاخر تاخر زيادة نتاخر اذا ثلاث مني انا اظن هذا ايه تعرفني انا ابنه تعرف ليه؟ باشر ما بعرف ما ما حرم ما بعرف 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 ما لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا. اللهم احفظ اليمن واهلها يا